طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم ان شاء الله حتكون محاضرة مناقشة او حل يعني بعض الاسئلة في شابتر اللي هو 2. طبعا شابتر 2 احنا تقريبا خلصنا في المحاضرات الماضية. طبعا هذا الكتاب اللي هو Introduction to the Design and Analysis of Algorithms، هذا الكتاب المقرر معانا في اللي هو الكورس Analysis and Design of Algorithms. الآن احنا حنبدأ في شابتر 2. طبعا شابتر 2 في أكثر من سكشن، حنبدأ في سكشن 2.1. شابتر 2 موجود في صفحة رقم 50 تقريبا. الأسئلة اللي في أيوه هي شابتر 2، هي 2.1 سكشن الأول. طيب نشوف السؤال الأول مثلا. طبعا لاحظ أن الأسئلة معلمة باللون الأصفر، فالأسئلة المعلمة باللون الأصفر هي الأسئلة المطلوب حلها أو حل يعني جزء منها. كل ما حليت أسئلة أكثر كل ما كانت المادة بالنسبة لك طبعا أسهل وأفضل، وبصير تحل أي سؤال يعني فيها من الأسئلة المطلوبة. تمام. الآن السؤال الأول إيش بيحكي؟ For each of the following algorithms indicate لو I يعني رقم واحد a natural size metric for its inputs. بده ال natural size يعني بده إيش هو ال input size. 2 its basic operation البيسك اوبريشن. 3 whether the basic operation count can different for inputs of the same size. يعني بدي اشوف هذا البيسك اوبريشن هل ممكن تتغير حسب تغير الانبوت او طبيعه الانبوت والله لا. طبعا هذه موضوع تغير الانبوت او طبيعه الانبوت، طبعا هذا بيعتمد على موضوع اللي هو ايش، انه هذه هل فيها بيست كيس افريج كيس وورست كيس وهكذا. طيب تعال نشوف احنا النقطه الاولى. النقطه الاولى هنا بيقول لي كومبيوتينج، ممكن احنا يعني نحددها كومبيوتينج ذا سام اوف ان نمبرز اللي هو يعني حساب مجموع يعني عدد من الأعداد. يعني مثلا لو عندي الأرقام مثلا 10 أرقام بدي أنا أحسب مجموعهم، مجموع 20 رقم مجموع 20 رقم. طيب في عندي N من الأرقام بدي أنا إيش أحسب مجموعهم. طيب الآن لو أنا قلنا إحنا إيش هو الناتشرال سايز مترك للإنبوت اللي هو الـ N، فأول نقطة هنا هيكون عندي اللي هو الناتشرال سايز اللي هو الـ N، لأنه N من الأعداد وأنا بدي أجمعهم. طيب البيسك اوبريشن، البيسك اوبريشن حتكون اللي هو الجمع، الجمع لانه انا بدي ايش، بدي اجمع الارقام، فاجمع الرقم الاول مع الثاني مع الثالث مع الرابع وهكذا، فحتكون هي البيسك اوبريشن لمجموع هاي الارقام. طيب whether the basic operation count can be different for the inputs of the same size. طيب هل احنا لو غيرنا الان من الارقام، قعدنا نغير فيهم يعني كل مرة نجمع N أرقام جديدة، هل البيسك اوبريشن هذه عددهم يعني عدد البيسك اوبريشن، البيسك اوبريشن كاونت حيتغير تغير الانبوت؟ طبعا في هذه الحالة لا، يعني بكل بساطة انه مش حيتغير، لأن في النهاية 10 أرقام بدي أجمعهم، الأرقام إيش هم إيش طبيعتهم تمام مش حيتغير. فيبقى إيه احنا رقم واحد اللي هو الآن، رقم 2 انه البيسك اوبريشن هي الجمع، 3 طبعا نو يعني الرقم مش ماله او العدد البيسك اوبريشن مش حيتغير. تمام. طيب الان لو بدنا نشوف مع بعض مثلا كومبيوتينج ان فاكتوريال، كومبيوتينج ان فاكتوريال. الان الان فاكتوريال كمثال يعني احنا بنعرف اللي هو الفاكتوريال مثلا 5 فاكتوريال يعني 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5. فايش هو الانبوت سايز عندي هنا؟ الانبوت سايز هو الرقم نفسه، العدد، العدد نفسه يعني العدد هذا كم قديش حجمه يعني العدد هذا، لأنه هو اللي بيعتمد عليه البيسك اوبريشن. تمام. فلو كان الرقم 10 فأنا بدي أضرب الأرقام من 1 ل 10، لو كان الرقم 20 فبدي أضرب الأرقام من 1 ل 20، فبصير الانبوت سايز هو الان يعني الانبوت سايز هو الان، أو النيتشرال سايز مترك هو الان نفسه.
ليش؟ لانه البيسك اوبريشن حتكون هي الضرب، والبيسك اوبريشن هذه مربوطة بشكل كبير بالعدد نفسه. يعني فلو انا عندي الرقم 10، فحقول كم عملية ضرب بدي؟ تقريبا 10 عمليات ضرب، اضرب الواحد في اثنين في الثلاثة وهكذا. طيب الآن whether the basic operation count، هل عملية الضرب هذه ممكن تتغير يعني بتغير الرقم؟ طبعا ما لهاش علاقة، يعني هان ما لها علاقة. دخلنا رقم 10، 10 عمليات ضرب، 20، 20 عملية ضرب، فيعني حتضل عملية الضرب عددهم مربوطين بالعدد نفسه، مربوطين بالعدد نفسه. طيب finding the largest element in a list of n numbers، وإيجاد أكبر رقم في اللي هو مجموعة من الأرقام، يعني أكبر رقم في مصفوفة مثلا. فأول إشي اللي الليشال سايز إيش هو؟ الآن عدد الأرقام يعني، تمام. طب البيسك أوبريشن، أنا لما بدي أوجد رقم أكبر رقم، البيسك أوبريشن هتكون هي عملية المقارنة، لأن أنا هقارن يعني الأرقام في بعض عشان أبحث عن أكبر رقم. بدي حد مثلا، بدي أفترض العنصر الأول هو الرقم الكبير، وبعدين أشوف مين أكبر منه عشان يتغير، يعني عشان أغيره وهكذا، تمام. الحين هذه الأسئلة إلها حل، موجود يعني حلولها على المودل برضو، فأنت ممكن ترجع للحلول تبعتها وتشوفها. طبعا هنا whether the basic operation count can be different for input of the same size، في هذه الحالة أنا حضطر أقارن، أظن أقارن عدد الأول بالثاني بعدين الثالث، لا هقارنهم كلهم، فبرضو هنا مش هيتغير، يعني هيضل اللي هو عدد البيسك أوبريشن واحد بغض النظر عن طبيعة الأرقام، حتى لو كان أرقام يعني مرتبين، طالما أنا بستخدم الستاندرد يعني ألجوريثم لإيجاد عدد الأكبر في المصفوفة. طيب نشوف مثلا، نشوف السؤال الثاني كمان. مثلا consider the definition based algorithm for adding two اللي هو matrices n في n، يعني عندي مصفوفتين مربعات n في n كل واحدة، وبدي ايش اجمعهم. what is its basic operation؟ فانا بدي اجمع مصفوفتين، فالبيسك اوبريشن هتكون عملية جمع، لانه هصير يعني اجمع كل رقمين متقابلين في المصفوفة، مصفوفتين بدي اجمعهم يعني، تمام، فتكون عملية الجمع. طب how many times is it performed as a function of the matrix order n؟ الماتريكس اوردر يعني اللي هو بعد المصفوفة n، تمام. فالآن المصفوفة يعني أنا لو عندي مصفوفة بالشكل هذا مثلا، تمام، هاي مثلا مصفوفة، هاي المصفوفة هي 4 في 4 مثلا، فمصفوفة هتكون كمان مصفوفة جنبها مثلا، بدي أجمعهم برضو 4 في 4، هاي 1 2، هاي 3، هاي 4، هاي 4. طبعا هذا الرقم هذا حينجمع مع حد، وهذا حينجمع زي ما بتعرف يعني جمع مصفوفتين عاديات، تمام. لو أنا بدي أجمع المصفوفتين، هاي عملية زد فيما بينهم. ايش البيسك اوبريشن؟ طبعا عملية الجمع. How many times it's performed as a function of the matrix of order n؟ الآن هذه n في n، تمام. طيب بدلالة ال n كم مرة حيصير عملية، كم يعني مرة حيصير عملية الجمع؟ طبعا n تربيع، n تربيع، انه بعدد الارقام، يعني عندي انا n في n، لو المصفوفة 4 في 4 تمام، فحتكون عندي 16 رقم، حجمع 16 رقم مع 16 رقم، يعني عندي 16 عملية جمع مربوطة بالان، يعني n تربيع، تمام. دالة الان n تربيع. طيب as a function of the total number of elements in the input matrix، لو انا بدي اجيب دالة عدد الارقام، يعني عندي 16 رقم، ايش علاقتهم في الـ in the input matrix، في الرقمين 16 16 32، عندي 32 عدد في المصفوفتين، لو بدلتهم بصير 32 على 2 يعني،
لو عندي ماتريكس مالتيبليكيشن يعني عدد عمليات ضرب، هاي ضرب مصفوفتين، لو انا بدي اضرب مصفوفتين في بعض، تمام، لو انا بدي اضرب مصفوفتين مش جمع يعني ضرب مصفوفتين. طبعا انتم بتعرفوا المصفوفات دائما الصف في العمود، فكون رقم في اللي عقباله، فيكون عندي هنا البيسك اوبريشن هي الضرب، تمام، هذا البيسك اوبريشن. بعدين كم مرة حتتنفذ، اللي هي عندي حيكون ان تكعيب، ان تكعيب عملية ضرب، تمام. فبس يعني هو هذا سؤال يعني بس يقول لي عشان تعلمنا كيف احنا نعد يعني الارقام. طيب تعال نشوف رقم العد، عفوا نعد البيسك اوبريشن يعني. 3 consider a variation of sequential search that scans، هذا سؤال مهم شوية، a list to retain the number of occurrence of a given search key in the list. Does its efficiency differ from the efficiency of a classical أو في classic sequential search؟ طيب هنا في ال sequential search اللي هو linear أو linear search بحث الخطي يعني، عندي أنا مصفوفة تمام بالشكل هذا وبدي أبحث فيها عن عنصر معين، بس هو بقول لي هنا مش بحث بس، بدي اشوف العنصر هذا كمان ببحث عنه كم مره بتكرر، تمام، يعني بدي ابحث عنه واشوف كم مره بتكرر داخل اللي هو المصفوفه. فبقول لي هنا هل الافشنسي تبعته هذا بتختلف عن الافشنسي لا بس بحث، يعني بدي ابحث عن عنصر موجود او مش موجود، يعني الكلاسيكال السيكوينشال سيرش ايش بحكي فيه هنا الكلاسيكال سيكوينشال سيرش، اللي هو بحث عن عنصر هل موجود او مش موجود، يعني بمعنى انا الان لو وجدت العنصر بحث عنه في اول المصفوفه خلص بوقف بحثت عنه. فهنا الافشنسي تبعت السيكوينشال سيرش ممكن تكون البيست كيس، ممكن تكون 1، تمام، ممكن تكون وورست كيس كمان ان يعني ما العنصر ما الاقيه، وممكن تكون طبعا الافريج كيس ان العنصر يكون يعني في مكان ما. طيب الان لو انا بدي اقارنها مع مين، مع اللي هو السيكوينشال سيرش اللي ببحث عن عنصر وبشوف كم مره اتكرر في المصفوفه، هل هذا في بيست كيس؟ هذا السؤال المهم، هل في بيست كيس؟ ما فيش في بيست كيس، لانه لازم في النهايه امر على كل العناصر المصفوفه، يعني لو وجدت اول عنصر مش حوقف لانه يمكن يكون موجود وين في النص، ممكن يكون موجود في الاخير، فبدي اشوفه كم مره بتكرر، لانه يعني يعني كانه الوظيفتين مختلفتين. ففي المره الاولى ما فيش فيها بيست كيس، المره الثانيه او اللي يعني في الكلاسيكال او في الكلاسيك سيكوينشال سيرش في بيست كيس، هاي بس الفرق بينهم يعني، تمام. فيعني لو طلعت انا حتلاقي كثير في يعني اسئله مهمه، تمام، فممكن ترجع لها. تعال نشوف مثلا هذا السؤال مهم شويه. For each of the following functions indicate how much the function's value will change if its argument is increased fourfold. Fourfold يعني ايش؟ يعني انه يضاعف لاربع مرات. طيب لو عندي انا لوج الان وضعفناها، تمام، كيف بدها تتغير الفانكشن؟ فانا يعني كانه ضعفناها بدها تصير زي هيك يعني لوج، تمام، 4n، يعني بدل الان نحط 4n، بس هاي الفكره، طبعا اساس 2، طبعا اساس 2، هذه 4n على لوج الان نفسها، سوري لوج الان نفسه اساس 2. طيب ايش بتساوي هذه؟ بدك تحلها الحين، لوج الاربعه ان اساس 2، هذه لوج الاربعه ان بصير يعني لوج الاربعه زائد لوج الان، لوج زي ما بتعرف اللوغاريتم دائما في الضرب بصير بنحول لجمع، لوج الاربعه زائد لوج الان، تمام، ويعني هذول مع بعض ومقس، والقسم ايش بتصير؟ بتصير اللي هي ناقص ضرب جمع واللوج الان، طبعا كله اساس 2،
عفوا لوج، ايش هو الان اساس 2 ويساوي، طبعا لوج الان هتروح مع لوج الان بصير لوج الاربعة اساس 2 اللي هو 2. فلو الان تضاعفت في اللوغاريتم، يعني صارت عفوا تضاعفت 4 مرات، حيصير عندي هنا ايش، حيتضاعف العدد الاوبريشن مرتين. طيب جذر الان بدي اقسم برضه جذر الاربعة ان على جذر الان بصير برضه 2. طب الان برضه 4 ان تقسيم ان، يعني 4 مرات، اذا احنا ضعفنا الان 4، الانبوت ضعفناه 4 مرات، بصير عدد الاوبريشن 4 مرات بتتضاعف. طب ان تربيع، بدك تحط 4 ان تربيع على ان تربيع، يعني 4 ان تربيع بصير 4 تربيع في ان تربيع. تعال نحسبها مع بعض، هاي 4 ان الكل تربيع. طبعا انا بحل، يعني بحاول افرجك السؤال هذا، تمام، على نفس بدي اقسمها ان تربيع. طبعا التربيع في الضرب، عفوا التربيع هذه، التربيع في الضرب، التربيع في الضرب هيتوزع حالا، بس يعني انا 4 تربيع في ان تربيع على ان تربيع، الان تربيع بتروح مع ان تربيع، بضل ايش عندي 4 تربيع، فهذه هتصير 16 مباشرة. طيب الان تكعيب برضو 4 ان تكعيب على ان تكعيب، ال4 تكعيب بتصير طبعا 16 ضرب اللي هو 4 ل 64، يعني انا زودت الانبوت ضعفته 4 مرات، بصير الاوبريشن اللي حتتنفذ بتتضاعف 64 مرة، اذا كانت مرة بصير 64 مرة، او يعني بتزيد العمليات البيسك اوبريشن 16 مرة، لو كانوا 1000 بصير 16000 وهكذا. طيب 2 اس ان، طبعا 2 اس ان حيزيد بشكل ايش، بشكل كبير جدا، يعني مثلا 2 ضاعف 4 ان على 2 ان، اي على عفوا 2 اس ان. طيب احنا 2 اس 4 ان على 2 اس ان، تمام. الان هاي ال 2 اس 4 ان هي عباره عن اللي هي يعني كانه انا بقول 2 اس ان ضرب 2 اس ان ضرب 2 اس ان ضرب 2 اس ان، احنا بنجمع دائما الاسس في عمليه الضرب على 2 اس ان، ايش حتساوي؟ فبدي اختصر يعني 2 اس ان مع واحده من 2 اس ان، يعني فصير 2، هذه انا تساوي 2 اس 3 ان. تمام، اس 3 ان، عشان هنا فيش وسع، على كل تصير 2 اس 3 ان. لاحظ طبعا هنا ضعفت 4 مرات، يعني المضاعفة الأعداد صارت بشكل خيالي جدا، 2 أس 3 أن، زي ما حكينا 2 أس 4 أن على 2 أس أن، 2 أس أن بتروح مع 2 أس أن بدل 2 أس 3 أن، بترجع يعني هذه ناحية رياضية. طيب تمام، الآن لو بدنا نشوف مثلا كمان سكشن ثاني 2 2، نشوف بعض الأسئلة منه، نحاول يعني ننجز. طيب بقول لي هنا في السؤال الأول use the most appropriate notation among big O, big theta, big omega to indicate the time efficiency class of sequential search. Sequential search يعني أنتم بتعرفوه اللي هو linear search، البحث في مصفوفة يعني بشكل خط، يعني ده أمر على كل العناصر. طيب الآن هنا في الورست كيس، في الورست كيس قديش الافشنسي بتكون في الورست كيس؟ كم مرة أنا بدي أعمل عملية مقارنة؟ اللي يعني أنا في الورست كيس اللي هو أنا إيش في المصفوفة، العنصر يا إما يكون في آخر المصفوفة موجود أو ما يكون مش موجود خالص، تمام، فهيكون أن عندي هنا. طب الان هذا يعني ان من المرات، يعني بحجم المصفوفه، تمام. طب الان هذه ينتمي لمين؟ دائما ان بتغير، يعني الورست كيس دائما ان، فافضل شيء ثيتا اس ان.
دائما لما يكون عدد عمليات البيسك اوبريشن او عدد البيسك اوبريشن ما تتغيرش بتغير دائما ثابته يعني، فاول افضل وصف لها ايش اللي هو الثيتا. طب البيست كيس نلاقيه اول عنصر في المصفوفه، يكون العنصر ببحث عنه واحد، برضه نفس القصه دائما البيست كيس دائما واحد، فبكون عندي ايش برضه ينتمي لثيتا للواحد كونستانت يعني ثيتا للواحد. لأن إذا تقول حط او هنا بيج او لان، معناته انه ممكن تكون العدد الاوبريشن اقل من ان، وهذا الكلام غير صحيح. الافريج كيس احنا نقول الافريج كيس ان على 2 تمام، في هذا المثال يعني ان على 2، وهذا برضه ينتمي برضه لثيتا، دائما ان على 2 الافريج كيس في هذه الحاله ثيتا ان، فكله ثيتا ان. هذا افضل يعني ايش افضل شيء اللي هم وده هو الموست ابروبريت انسب شيء يعني نوتيشن. طيب يوز ذا فورمال او ذا انفورمال ديفينيشن اوف برضه بيج او بيج ثيتا اوميجا تو ديترماين whether the following assertions are true or false. هاي يعني ان في ان تربيع 2 هل تنتمي لل هو البيج او لان تكعيب، هذا كلام صحيح. طبعا احنا بيعنينا في الاول نشوف فادي ان، طبعا هو لاحظ انه في السؤال ايش بيقول لك انفورمال، يعني ان في ان زائد واحد على 2 تقريبا ايش بتساوي تقريبا تمام، ايش بتساوي تقريبا اللي ان تربيع 2 يعني الكلاس تبعها ايش ان تربيع. طب هل بنقدر، هل هذا الكلام صحيح، هل هي او ان تكعيب؟ صحيح، فيش مشكله. ليش صحيح؟ لانه او هذه في الابر باوند ان تكعيب بيمشي الحال، لو انت اس 4 برضه بيمشي الحال، طالما احنا انه هذا وصف في النهايه يعني تمام، طالما هي اكبر دائما يعني ممكن تكون اقل، هي اقل ان تربيع. طيب نشوف هذه ان في ان زائد 1 برضه على 2 نفس الشيء يعني الان تربيع برضه هذه، هل البيج او الها ان تربيع؟ صحيح، فيش مشكله برضه تمام. طيب هاي ان في ان تربيع 2 ينتمي لثيتا ان تكعيب، ثيتا ان تكعيب لا بنفعش، الثيتا دائما لازم تكون هي دائما هيك يعني، هي هذه ان تكعيب، هذه مش ان تكعيب، هذه اصلا ان تربيع، هنا قلناها يعني ان تربيع، فاذا بنستخدم الثيتا لازم تكون ان تربيع بس، فهذه خطأ، عفوا هذه خطأ. طيب هذه الصح لأنه يعني هي أن تربيع، فبنفع نقول أو أن تربيع، بنفع نقول ثيتا أن تربيع. طيب أوميجا أن بنفع لأنه هذه lower bound، فlower bound لأن تربيع أن بمشي الحال، ما فيش مشكلة يعني، فهذه برضو صح تمام. هو بس بده انت تحدد هذه صح او خطا بالنسبه للتعريف اللي انت فاهمه عن الاو اللي ابر باوند، عن الاوميجا اللي هي لور باوند، وعن الثيتا اللي هي سيم بيز لاين يعني. طيب تعال نشوف برضه السؤال هذا كمان مهم شويه. For each of the following functions indicate the class theta g of n the function belongs to. لكن نشوف يعني ايش هو الكلاس اللي هذه الفانكشن بتنتمي له. مثلا تعال نشوف ايه ان تربيع زائد 1 اس 10. Use the simplest GN possible in your answer. بدي أنا أشوف أنا أبسط إشي، بعدين prove your assertion. بدك في الأول تشوف الـ simplest، بعدين تعمل إيش؟ تعمل الآن هذا بالسمبل إحنا بينتمي لمين؟ إيش الـ O تبعته أو إيش بيساوي تقريباً؟ هذه ان تربيع، شيل يعني حاول تتجاهد الواحد، بس ان تربيع اس 10 لان اس 20 تمام، ان اس 20. طيب الان عشان تثبتها الاثبات بالليمت، دائما نجيب ناخذ الليمت تمام، الليمت لما طبعا ان تؤول لما لا نهايه، لان
تربيع زائد 1 أس 10 على ان أس 20. تمام، وتساوي الحين ان نطلع فيها هذا عشان نشوف كيف بنسوي فيها. ان تربيع زائد 1 كله اس 10 على ان 20، ان اس 20. طب ايش بنقدر نعمل هنا؟ نقدر الاس هنا 10 وهنا 20، نقدر نقول زي هيك. يعني اسهل طريقة انا بالنسبة لي، ان تربيع زائد 1 على ان تربيع، تمام، كله هيك مع بعضه، يعني بدخل 10 في الهاب على 10 اس 10، دخل 10 نفس ان اس 20 وهنا، تمام. هي هذه اسهل طريقة طبعا. ايش كله اللي تحت عند الليمت، الليمت لما انت تقول لما النهاية. الان ان تربيع هذه، ان تربيع زائد 1 على ان تربيع، الان تربيع على ان تربيع زائد 1 على ان تربيع كله اس 10، فبصير عندي ان تربيع على ان تربيع 1 اس 10، 1 اس 10. من وين جاي الواحد؟ ان تربيع على ان تربيع زائد 1 على ان تربيع، برضو اس 10، لما ان تقول لما النهاية. طبعا هذه 1 على النهاية 0، فبصير عندي ايش هنا؟ بصير عندي 1. ما دام طلع كونستانت يبقى هاي اللي هو سيم، يعني ان اس 20، فبتكون هنا ايش؟ ثيتا ايوه ثيتا لان اس 20. هيك بدك تعمل هذه. طبعا انت لو رجعت للحلول حتلاقي هذول الاسئله كلهم محلولين و لهم حل يعني. تمام، هذا السؤال 5. List the following functions according to their order of growth from the lowest to the highest. يعني من الصغير للكبير، أصغر growth أو أصغر order of growth، بعدين أكبر order of growth. طبعا حسب إحنا اللي يعني اللي إحنا أخذناه في يعني محاضرات، انه اللوغاريتم دائما هو اصغر حاجه، بعدين التربيع، الداله التربيعيه، بعدين بيجي الاكسبوننشال والفاكتوريال وهكذا. فلو رجعنا للسلايدات اللي فيها اللي هو الترتيب ممكن نستعين فيها في هذا السؤال. طيب الان احنا في عندنا هنا فاكتوريال، خليني بس انا حدد احسن، وهذه للوغاريتم، بعدين هي هذه اكسبوننشال 2 اس 2 ان، هذا لوغاريتم مع لو داله تكعيبيه. طبعا ركز هنا على حاجه ان تكعيب، لوغاريتم مع هذا لين، طبعا لين لوغاريتم، وهذه لين التربيع، لوغاريتم تربيع يعني، هذه جذر، تمام، عفوا، وهاي اللي هو 3 أس، هذه اكسبوننشال. طيب الآن أصغر إشي اللي هو زي ما احنا عارفين اللوغاريتم، هذا اللوغاريتم هاي لحاله، لوغاريتم أصغر حاجة. وين في لوغاريتم عندي هان؟ هاي هذه لحالة تربيع، طبعا لوغاريتم لوج يعني لوج ولوج التربيع، لوج التربيع طبعا أعلى منها، هذه 2. الآن هذه سيبك منها، بعدين الفاكتوريال والاكسبوننشال. في عندي هان الجذر، طبعا الجذر برضه ايش ماله اقل من ال، طبعا هذا انا ليش اطلع هذا كله، هذا الصغير بنتجاهله في البولينوميال، تمام، زي البولينوميال نتعامل معها يعني. هذا نيجي بنركز على الانت، فهذه انت تكعيب، يبقى هذه 3 الجذر، جذر تكعيب بهذا يعني زي ان اس ثلث مثلا. هاي رقم 4،
الحين نيجي لمين عاد؟ للإكسبوننشال والفاكتور. الفاكتور أعلى حاجة سيبك منها. الحين عندي هنا 2 أس 2 أن، وهنا عندي 3 أس أن. طبعا هذه 2 أس 2 أن يعني هي نفسها كأنها 4 أس أن. ليش؟ لأنه هذه 2 أس 2 الكل أس أن، بتصير في 4 أس أن، 4 أس أن عفوا، ها هذه 4 أس أن، فالأربعة أس أن أكبر من الثلاثة أس أن. في الإكسبوننشال طبعا احنا عارفين 2 أس أن، 3 أس أن، 4 أس أن، كل واحدة تختلف عن التالي. يبقى هذه 4، هذه 5 بالترتيب يعني، هذه 6 تيجي، هذه رقم 6 يعني، خلينا نحط 6 هنا مثلا، مش مشكلة في أي مكان، هذه 6 المهم، وهذا الفاكتور آخر حاجة 7، هاي ترتيبهم تمام. طبعا هتمر انت على كل السكاشن هاي وتشوف اللي هم ايش، وتشوف اللي هي الاسئله هذه. يعني مثلا ها انا برضو كونسيدر ذا فولو، هذا سكشن 3 الان، هاي معطيني كود صغير تمام، وبقول لي وات داز ذس الجوريثم كومبيوت، ايش بيحسب هذا الالجوريثم. اس بتساوي سي 0 فور اي بتساوي من 1 ل ان، دو اس بتساوي اس زد اي في اي، واي بتبدا من الواحد. يعني لو بدنا احنا هيك نفكر فيه مع بعض، نقول اس بتساوي اس زائد، طبعا اس بتبدا من الصفر يعني صفر اول مره، زائد واحد زائد واحد في واحد بواحد، اللي حتساوي واحد اول مره. طيب تاني مره 1 زائد 2 في 2 4، تاني مره 5، تالت مرة ضلك ملاحظة 5، 5 زائد 3 في 3 9، 5 و9 14. طيب رابع 4، طبعا هنا لما اس واحد، احنا بنحكي عن الاي هنا، اي 1 2 3. طيب لما اي بـ4 الان بصير 14 زائد 16، يعني 4 في 4 ب16 بصير 30. طيب ايش بتحسب هذه الان الفانكشن؟ لما اي بواحد اعطاني 1، لما اي باثنين اعطاني 5، اي بثلاثة اعطاني 14 تمام، اي بـ4 أعطاني 30. يعني ممكن هنا نقول مربعات الأرقام بكل بساطة، هي أصلا غير يعني ما جسمه، يعني أس زائد أس في أي تربيع قريب بتساوي من 1 الآن، أس بتساوي أس زائد أي تربيع، يعني بمجموع مربعات الأرقام من 1 إلى أن. يعني لو أنا بدي أجمع الأرقام من 1 لـ3، هذه أي من 1 لـ3، يعني 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع، لواحد تربيع ولي 1 زائد 4 زائد 5، 1 زائد 4 زائد 9 تمام، 1 زائد 4 زائد 9، فهي مربعات الأرقام يعني زيك، 1 زائد بكل بساطة 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 4 تربيع. لا عندي الآن، يعني أعطيه أن بـ4 بجيب لك الأرقام من 1 لـ4 مربعات مجموعهم وهكذا. طيب وات بيسك أوبريشن؟ بيسك أوبريشن ممكن نعتبر إحنا إيش هنا؟ الضرب أو الجمع. ممكن الضرب أو الجمع. How many times the basic operation is executed؟ طبعا هنا حسب الفور، أن من المرات. إيش الإفشنسي كلاس لهذه البيسك أوبريشن، للجمع أو الضرب اللي حتحددها؟ طبعا أن، البيسك ان. هل نقدر نعمل امبروفمنت لهي لمجموع الارقام من 1 لان طبعا هاي متتاليه هندسيه، 1 2 تربيع 3 تربيع، يعني لو تذكرتم الفورمه اللي اخذناهم في احد المحاضرات، متتاليه هندسيه، مجموع متتاليه هندسيه سميشن لاي تربيع تمام، ومن 1 اي بتساوي من 1 الى ان، ايش حتساوي المتلة الهندسية؟ لها فورمولا، يعني ممكن ترجعوا للفورمولا هذه، تقريبا ان
أو مش تقريبا n، في n زائد واحد، تمام، في n زائد واحد في اللي هو n أو 2n، عفوا 2n زائد 6، أو 2n زائد واحد، عفوا 2n زائد واحد كله على 6، 2n زائد واحد. الآن هذه n، هذه يعني n في 2 في n زائد واحد في 2n زائد واحد على 6، تمام. الآن أعطيه 4 مثلا، احنا قلنا 4 بتطلع 30، n يعني 4 ضرب 5 20، 20 ضرب اللي هو 9 180، تقسيم 6 بيطلع 30، وهكذا. فهذه ايش الافشن، هنا الافشنسي ان، وهنا الافشنسي واحد، يعني هذه هو معادلة في النهاية ينتمي إلى الكلاس ثيتا واحد أو أو واحد، ها. وهذا الكلاس تبعه اللي هو الخوارزمية، هذه الكلاس تبعها ان ثيتا ان، تمام، وهكذا. يعني بدك، هذا برضه سؤال يعني أسئلة زي، فبدك تشوف الأسئلة هذه، ممكن لو أحد عنده أي سؤال من نتناقش فيه يعني، فحاولوا تحلوا منهم الأسئلة هذول، إنهم مهمين. طيب، يعطيكم العافية.